بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من صحافة المساء، نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية في الشأن اليمني. أهلا بكم. البداية من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على أزمة الوقود الخانقة التي تعانيها جزيرة سقطرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الانتقالي نتيجة عدم توفر الوقود للأسبوع الرابع على التوالي، بالإضافة إلى تدهور متفاقم في الخدمات. يقول الموقع إن المجلس الانتقالي الممول إماراتيا فرض حصارا خانقا على السقطريين بمنعه وصول الوقود إلى المحطات الخاصة بتعبئة من البواخر الواقعة تحت سيطرته وحصره على العاملين في شركات إماراتية بالجزيرة. سكان محليون وضحوا للموقع أن محطات الوقود أغلقت أبوابها وتوقفت عن مد المواطنين بالمشتقات النفطية منذ حوالي 4 أسابيع، وأصبحت سقطرى تعيش أزمة حادة. وتحدث السكان بأن الجزيرة لم تشهد حصارا مطبقا كما تشهده اليوم بسبب تداعيات تمرد ميليشيا الانتقالي بدعم إماراتي على الشرعية، مشيرين إلى أن الجديد في الأزمة الحالية أنها جاءت وحلت في الموسم الخطأ وغير المتوقع. ركز موقع الخبر بوست على تصريحات لنائب رئيس لجنة اعتصام المهرة السلمي عبود هبود قمصيط، حيث قال إن السعودية تحاول استخدام الإرهاب والتطرف لتشويه المهرة وأبنائها. قمصيط أوضح أن تحالف السعودية والإمارات استخدم ورقة القاعدة من أجل ترسيخ وجوده بالمهرة والسعي لتشويه المحافظة وأبنائها أمام المجتمع، ولفت إلى أن السعودية عملت مؤخرا على بث شائعات وأخبار في وسائل إعلامها تزعم أن أحد زعماء القاعدة زار المهرة والتقى بالشيخ علي الحريزي، معتبرا ما تم نشره مزاعم مفضوحة، لافتا إلى أن محافظة المهرة لن تكون معقلا للقاعدة أو لاحتلال السعودي والإماراتي. تطرق الموقع بوست لإعلان نادي القضاة الجنوبي تعليق العمل في المحاكم والنيابات بمحافظة عدن إثر تعرض القاضي عواس كرامة لاعتداء من قبل ميليشيا الانتقالي جوار محكمة البريقة الابتدائية. ووفقا للموقع فقد تعرض كرامة لاعتداء من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي إثر بروز شعار الجمهورية اليمنية على زيه في محيط محكمة البريقة، حيث هاجم المسلحون القاضي وحاولوا اعتقاله قبل أن ينجح عدد من القضاة في منع ذلك. نادي القضاة قال إن التعدي على القاضي كرامة واقعة مؤلمة ولها انعكاسات سلبية على القضاة وهيبتهم، وتعد مساهمة في تعطيل العدالة، الأمر الذي يتطلب معه الوقوف والتعامل معها بحزم دون تهاون أو مهادنة. عربي 21 نقل عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن قوات موالية للإمارات احتجزت كميات من الأسلحة والذخائر في محافظة لحج كانت في طريقها لقوات الجيش في محافظة تعز. المصدر أضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم قطع الإمداد المقدم من التحالف للجيش في تعز من قبل القوات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ولكنها تكررت أكثر من مرة. ولفت إلى أن عملية الاحتجاز لم تكن على السلاح فقط، ولكن أيضا على المرتبات وأنواع الإمداد كافة والجرحى والمسافرين، موضحا أن ما تواجهه تعز ليس جديدا، والمعطيات والمؤشرات بدأت مبكرا وقبل أن تتكشف مخططات المكر التي تتربص باليمني ككل. وأشار إلى أن هذه الأفعال والتصرفات الشاذة مرفوضة تماما وتؤثر بشكل كبير على معركة الدفاع والأمن بتعز، محذرا من تأثيراتها الخطيرة على الجيش ماديا ومعنويا.
إلى موقع المصدر أونلاين، حيث سلط الضوء على تصريحات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، حيث يقول أكثر من 200 مدني توفوا في اليمن خلال الربع الثالث من العام الحالي بسبب الصراع المستمر منذ 6 سنوات. وأشار المكتب إلى سقوط مزيد من القتلى جراء تأثيرات الحرب المستمرة خلال 3 أشهر الماضية، يوليو، أغسطس وسبتمبر، منوها إلى أن حوالي 135 طفلا جرحوا وقتلوا خلال هذه الفترة. وذكر مكتب المفوضية أن العديد من الأسر اليمنية واجهت صعوبة في الحصول على المساعدات خلال الفترة ذاتها. في أخبارنا المنوعة نقرأ في موقع اليمن الجديد تقريرا عن مدرسة أويس اليماني التي تعد واحدة من مشاعل العلم والتنوير في جبل صبر الموادم، حيث تخرج منها مئات الطلاب ووفد إليها المئات من قرى مجاورة، لكنها اليوم بقايا حطام وتلفظ أنفاسها الأخيرة. يقول الموقع إن الدراسة توقفت قبل 4 سنوات بسبب أزمة الرواتب، حيث عجز بعض المعلمين عن الاستمرار وذهبوا للبحث عن أعمال حرة تعينهم على الحياة، فتطوع طلاب متخرجون من المدرسة في احتواء الطلاب ضمن مبادرة شبابية. في نهاية التسعينات وبعد 19 عاما من التأسيس، كانت المدرسة قد استوعبت كل الأطفال في القرية إلى اللحظة التي لم يعد هناك ولد أو بنت بلا تعليم، وبمعنى أدق نسبة ترك الدراسة بين الطلاب والطالبات تكاد تكون معدومة. المدرسة حصلت على وعود كثيرة بالترميم لكنها ذهبت أدراج الرياح، وهي ذاتها التي تأسست بجهود شخصية من أبناء القرية لكنها اليوم آيلة للسقوط والانهيار. موقع المشاهد نت يطالعنا بتقرير عن الشاب اليمني محمد القحوم الذي ابتكر أوركسترا حضرمية لمخاطبة العالم، حيث يقول إن الفكرة تولدت من الرسالة التي حملها على عاتقه لكيفية تقديم الفن والموسيقى اليمنية بصورة يفهمها العالم كله. ويضيف محمد بأن الجمهور شاهد الحفلة الأولى للأوركسترا التي تم عرضها قبل عام تقريبا، غير أنه سبق ذلك جهد وتنسيق وإعداد وتخطيط طيلة 6 سنوات، ونحن نعمل على هذه الفكرة. ويستطرد في حديثه: كانت هذه هي البداية وخطوة أولى بذلنا في سبيلها الكثير، والفكرة أخذت وقتا كبيرا كاستشارة ومتابعة مع فريق كبير من الدكاترة والفنانين سواء في الجانب الثقافي أو خبراء الأوركسترا، وكان النجاح واضحا بإشادة الجمهور بعمل الأوركسترا باعتبارها موسيقى تراثية ثقافية. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا لصحافة المساء لهذا اليوم، نلقاكم في جولة أخرى في الغد، كونوا في أمان الله.